في سوق المال سجلت مؤشرات البورصة المصرية صعودا جماعيا بختام التعاملات بدعم من مشتريات المستثمرين العرب والأجانب، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجاكس 30 بنسبة 29%، كما صعد مؤشر إيجاكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 54%، هذا وارتفع مؤشر إيجاكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 69%. سجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقهدة بالسوق 1.056 تريليون جنيه، وذلك وسط تداولات بلغت نحو 3.8 مليار جنيه.